السلام عليكم أعزائي متابعي قناة إيكول شادلي. اليوم غادي ندوزو صفحة 217 من كتاب اللغة العربية واحد الكلمات المستوى الرابع ابتدائي. الدرس ديال اليوم غادي يكون في الإملاء، السياحة، الوحدة الثالثة، الأسبوع الرابع، دعم عام وتثبيت الجزء الرابع. أدعم، نبدأ أولا بأملأ الفراغ بما يناسب. أملأ الفراغ بما يناسب، هنا عندنا واحد الجملة ما كاملاش، مطلوب منا هو أننا نملأ الفراغ بما يناسب. تكتب الهمزة المتطرفة للحرف الذي قبلها، تكتب الهمزة المتطرفة هنا للحرف الذي قبلها، تكتب الهمزة المتطرفة حسب حركة الحرف الذي قبلها، تكتب الهمزة المتطرفة حسب حركة الحرف الذي قبلها. نكتب، نجيب، تكتب الهمزة المتطرفة حسب حركة الحرف الذي قبلها، تكتب الهمزة المتطرفة حسب حركة الحرف الذي قبلها. ثانيا، أصل بخط بين كتابة الهمزة وأعلل رسمها ثم أمثل لكل رسم بثلاثة كلمات. نبدأ أول حاجة، قلنا تكتب الهمزة المتطرفة حسب حركة الحرف الذي قبلها. نبدأ دابا أول حاجة بهمزة على السطر. فوقاش كتكتب الهمزة على السطر؟ الهمزة على السطر كتكتب إذا كان قبلها سكون. الهمزة على السطر تكتب إذا كان قبلها سكون، مثال شيء، ضوء، فضاء. شيء، ضوء، فضاء. لا فضاء كتبان لكم بأن ما كاينش سكون، ولكن داك الألف راه كيتسمى كاين سكون ميت. إذا الهمزة على السطر قلنا تكتب إلا كان قبلها سكون، يعني الحركة اللي قبل منها كانت سكون، مثال شيء، ضوء، فضاء. الهمزة على الواو، الهمزة على الواو كتكتب إلا كان قبلها ضمة، إذا كانت الحركة اللي قبل من الواو ضمة فالهمزة تكتب على الواو. مثلا نعطيو مثال، ما عطيناش مثال، مثلا لؤلؤ يجرؤ، لؤلؤ يجرؤ، هنا راه الهمزة تكتبات على الواو. علاش؟ لأن قبل منها كانت ضمة. الهمزة على الألف، أنت كتكتب الهمزة على الألف إذا كان قبل منها فتحة، الهمزة على الألف تكتب إذا كان قبل منها فتحة، مثلا قراءة، قراءة لا لاحظتو قبل من الهمزة راه كاينة الفتحة، يعني ملي كتكون الحركة قبل من الهمزة فتحة فالهمزة تكتب على الألف. الهمزة على الياء تكتب إذا كان قبل منها كسرة، يعني الهمزة على الياء كتكتب إذا كانت الحركة اللي قبل منها كسرة، مثلا مبادئ شاطئ، مبادئ شاطئ، الحرف اللي قبل من الهمزة كان كسرة فالهمزة كتكتب على الياء، مبادئ شاطئ. إذا نكتب الهمزة على السطر، تكتب الهمزة على السطر إذا كان قبلها سكون، مثلا شيء، ضوء، فضاء. الهمزة على الواو تكتب إذا كان الحركة الذي قبلها ضمة، الحركة اللي قبل منها ضمة، مثلا لؤلؤ يجرؤ. تكتب الهمزة على الألف إذا كانت الحركة التي قبلها فتحة، مثلا قرأ. الهمزة على الياء تكتب الهمزة على الياء إذا كانت الحركة التي قبلها كسرة، مثلا مبادئ شاطئ. أعيد، الهمزة على السطر تكتب إذا كان قبل منها سكون، مثلا شيء، ضوء، فضاء. الهمزة على الواو تكتب إذا كانت قبل منها ضمة، مثلا لؤلؤ يجرؤ. تكتب الهمزة على الألف إذا كانت قبل منها فتحة، مثلا قرأ. تكتب الهمزة على الياء إذا كانت قبل منها كسرة، مثلا مبادئ شاطئ. نشوفو دابا السؤال الثالث، أختار كلمة من كل نوع من الهمزات المتطرفة التي أعطيتها أمثلة في النشاط السابق لأجعلها شبه متوسطة وفق الآتي. أختار كلمة من كل نوع من الهمزات المتطرفة التي أعطيتها أمثلة في النشاط السابق لأجعلها شبه متوسطة وفق الآتي. عندنا هنا حركة الهمزة، يا إما كتكون متصلة أو لا منفصلة، هنا مفتوحة أو لا مضمومة. إذا هنا عندنا حركة الهمزة، أول حاجة مفتوحة مضمومة، هنا عندنا متصلة منفصلة، هنا عندنا مفتوحة. أبطأ أبطأه، أبطأ أبطأه. منفصلة قرأ قرأه، يقرآن قرأ قرأه، يقرآن. مضمومة لؤلؤ لؤلؤتين. منفصلة يجرؤ يجرؤان. أعيد، حركة الهمزة متصلة هنا منفصلة، مفتوحة حركة الهمزة مفتوحة، هنا عندها متصلة. أبطأ أبطأه،
منفصلة، قرأ، قرأه، يقرآن. حركة الهمزة إذا كانت مضمومة. هنا عندنا متصلة، لؤلؤ، لؤلؤتين. منفصلة، يجرؤ، يجرؤان. ندوزو السؤال، ندوزو الأثبت. أثبت، أكتب الهمزة المناسبة لكل كلمة. أكتب الهمزة المناسبة لكل كلمة. هنا عندنا بزاف ديال الكلمات كامل كتسالي بهمزة متطرفة، مطلوب منا أننا نكتب الهمزة المناسبة لكل كلمة على حسب الحركة ديال الحرف اللي قبل. مثلا واش الهمزة غتكتب على الألف أو على الواو أو على السطر. هنا عندنا شواطئ، دفء، مدفأ، قرئة. جرؤ، هدوء. شواطئ، دفء، مدفأ، قرئ، جرؤ، هدوء. هنا عندنا شواطئ، شواطئ علاش كتكتب الهمزة؟ كتكتب على الياء، لأن قلنا الحرف اللي قبل منها جا هنا كسرة. دفء على السطر، هنا جا قبل منها سكون. مدفأ على على الألف اللي جاء قبل منها فتحة. قرئ على الألف. جرؤ على الواو، علاش؟ لأن قبل منها ضمة. هدوء على السطر، لأن جاء قبل منها سكون ميت. نكتب أولا شواطئ، إذا عفوا خاص واحد الألف. شواطئ هنا على الياء، الهمزة على الياء. دفء، الهمزة على السطر. مدفأ، الهمزة على الألف. قرأ، الهمزة على الألف. جرؤ، الهمزة على الواو. هدوء، الهمزة على السطر. شواطئ، دفء، مدفأ، قرأ، جرؤ، هدوء. نشوفوا السؤال الثالث، عفوا السؤال الثاني. أرجع إلى الهمزات المتطرفة التي كتبتها في النشاط السابق لأجعلها شبه متوسطة وفق الآتي: مضمومة، مكسورة، مفتوحة. إذا نفس النشاط الثالث. ندوز دابا للسؤال الثالث. السؤال الثالث: من عائلة كل فعل أعطي ثلاث كلمات مختومة بهمزات متطرفة. من عائلة كل فعل أعطي ثلاث كلمات مختومة بهمزات متطرفة. مطلوب منا ان احنا عطينا ثلاثه ديال الافعال، مطلوب منا ان نعطيو من عائله ديال كل فعل ثلاثه ديال الكلمات مختومه بهمزات متطرفه. هنا عندنا مثلا فعل بدأ، فعل قرأ، فعل نشأ. يعني كل فعل من هاد الافعال اللي هنايا خصنا نعطيو ثلاثه ديال الكلمات من نفس العائله ديالو يكونوا مختومه بهمزات متطرفه. مثلا هنا بدأ نقدروا نقولوا يبدأ، بدء، ابتدأ. قرأ نقدروا نقولوا مثلا قارئ، استقراء، يقرأ. لاحظتوا كاملة كتسالي بهمزات متطرفة: قارئ، استقراء، يقرأ. هنا نشاء نقدر نقولوا نشاء، شاء، يشاء. بدأ قلنا يبدأ، بدء ابتدأ، قرأ قلنا قارئ، استقراء، يقرأ، نشأ نشاء، شاء، يشاء. نكتب هنا عندنا فعل بدأ، هنا فعل قرأ، هنا فعل نشأ. يعني من قلنا أن من كل فعل خاصنا نعطيو من العائلة ديالو كلمات كتسالي بهمزات متطرفة. هنا بدأ عطينا يبدأ، بدء، ابتدأ. قرأ قارئ، استقراء، يقرأ، نشأ نشاء، شاء، يشاء. إذن أعزائي متابعي قناة إيكول شادلي، كانت هذه الصفحة 217 من كتاب اللغة العربية، واحة الكلمات، المستوى الرابع ابتدائي.